هذا الأمر بصراحة لم يكن بمعزل عن رئيس الحكومة وعن رأس الحكومة وبالتنسيق معه وبموافقته وبمباركته وبدعمه ودفعه لهذا اللقاء ولهذا العمل. هنالك من يقول بأنه يتم استغلال القضية الفلسطينية داخليا، هنالك أصوات داخل الحكومة كانت تتحدث عن ضرورة هذه العلاقات مع إسرائيل والتطبيع، أي من الخيارين اليوم بحاجة إليه ليبيا وهنالك حاجة ملحة للعودة إلى الأسرة الدولية والخروج من هذه الدوامة، دوامة الانقسام السياسي أقله؟ لا أحد يريد انقسام سياسي. نحن استبشرنا في بداية تشكيل حكومة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، وأنا كنت بالمناسبة في الحكومة السابقة وأنا قمت أول من قام بتسليم مهامه للحكومة الجديدة لحكومة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، لكنها في الواقع هي كانت حكومة انقسام، هي لم تحمل من الوحدة الوطنية إلا المسمى للأسف. نحن لا نريد الانقسام، نحن نريد وحدة ليبيا. أنا من العاصمة طرابلس وأعمل اليوم في الشرق الليبي. حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية هي الحكومة التي يرأسها الدكتور أسامة حماد، هي فيها كل الطيف السياسي والطيف المناطقي، وتعمل على توزيع عادل للثروة، لا تعمل على تهميش أي منطقة أو جهة أو ناحية، وبالتالي هي تعمل مع مختلف المدن الليبية على الرغم من الفارق الكبير في حجم الإمكانيات المادية الموجودة عند حكومة طرابلس والحكومة الليبية التي يرأسها الدكتور أسامة حماد. وبالتالي نحن مع ضد الانقسام، لا أحد يستغل الحالة الفلسطينية وما حصل. القضية الفلسطينية هي في وجدان الشعب الليبي وفي وجدان كل الليبيين. القوانين تمنع التطبيع أو محاولة حتى التطبيع مع الكيان المغتصب للأراضي الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، ليست الفلسطينيين العرب جميعا، هي قضية مركزية، هي قضية مفصلية، هي قضية أساسية حتى في الصراع. حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نحن جزء من المنظومة العربية ونحن جزء من المنظومة الإسلامية، ونحن مع التوابت العامة التي يتوافق عليها العرب ويتوافق عليها المسلمين في إطار حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.